تنظم جمعية أصدقاء محمد الجم للمسرح المدرسي في الفترة ما بين 10 إلى 13 أبريل الجاري بالرباط الدورة الأولى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم للمسرح المدرسي. وأوضح المنظمون في ندوة صحفية يوم الخميس بالرباط أن هذه الدورة الأولى التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستتميز بمشاركة 12 فرقة مسرحية تمثل أكاديمية التربية والتكوين لجميع جهات المملكة، والتي ستتنافس ضمن المسابقة الرسمية على 6 جوائز تهم الجائزة الكبرى لأحسن عمل مسرحي وجائزة النص المسرحي وجائزة الإخراج وجائزة أحسن سينوغرافيا وجائزة تشخيص ذكور وجائزة تشخيص إناث. تقليد سنوي اللي هو سميناه، خلقت واحد الجمعية اللي سميتها جمعية أصدقاء محمد الجم للمسرح المدرسي، وبالضبط ركزنا على المسرح المدرسي لأننا كنعرفوا المدرسة هي المشتل الأول، هي المنبع، هي فين كيتكون الطفل. فحقيقه لقينا واحد صدى طيب، ولقينا آذان صاغيه، ولقينا ايدي بيضاء اللي تمدات لينا، وخصوصا اننا في اول دوره حضينا بالرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله، وهذا يعني حافز قوي اننا نستمروا. والحمد لله لاننا دابا جهويا اننا حققنا الدوره السابعه، واول كنديروا هذا العام المهرجان الوطني الاول. حقيقه هي ملي كتبدا الفكره صغيره، لان بدينا اقليميا ثم جهويا واقتصرنا على جهه الرباط، والان الحمد لله اننا استطعنا نغطيو 12 جهه في المملكه المغربيه. هذا العمل ديال المسرح المدرسي كيدخل في المقاربه اللي كتشتغل عليها وزاره التربيه الوطنيه لدعم كل مجالات الابداع من خلال الحياه المدرسيه. فكيف كتعرفوا كاين هناك مجموعه من الانديه كتشتغل في مختلف المجالات، عندنا ما يفوق 25,000 نادي على مستوى المؤسسات التعليميه، منها 1800 نادي اللي هي كتشتغل على مجال المسرح المدرسي. فهذا العمل يساهم في تنشئه هذه الاجيال المستقبليه في اطار مقاربه مواطنه مبنيه على الحق والواجب، وحنا بطبيعه الحال كل المتعلمات والمتعلمين اللي كيشتغلوا في هذا المجال ديال المسرح المدرسي هما مبدئيا مبدعين في مجالات مختلفه، وكذلك متألقين في مجال الدراسة ديالهم. وتنظم الدورة الأولى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم للمسرح المدرسي بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتعاون مع مجلس جهة الرباط سر القنيطرة.